احتل المنتخب الوطني للشباب المركز الثاني ببطولة كأس العرب تحت 20 عاما بعد خسارته من نظير السعودي في المباراة النهائية بضربات الترجيح بواقع 5 ركلات مقابل 3. وكان الوقت الأصلي والإضافي للمباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليلجأ المنتخبين إلى ركلات الترجيح والتي ذهبت لصالح المنتخب السعودي ليتوج بلقب البطولة. أعلن اتحاد الكرة تعيين البرازيلي روجيرو ميكالي مدربا للمنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعاون ميكالي كل من تياغو كانيا المدرب المساعد وليوناردو فاغونداس مخطط الأحمال وجواو بيدرو محلل الأداء. وتمكن ميكالي من قيادة منتخب بلاده البرازيل للتتويج بذهبية أولمبيات ريو دي جانيرو عام 2016، وهي أول ذهبية أولمبية للسامبا، كما حصل مع المنتخب البرازيلي تحت 20 عاما على الميدالية الفضية كوصيف لكأس العالم للشباب عام 2015. يحل الأهلي الآن ضيفا على الاتحاد السكندري في الجولة 29 من الدوري الممتاز، وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الأهلي بهدفين مقابل لا شيء. تعادل لايبزيغ مع مضيف شتوتغارت بهدف لمثله في الجولة الأولى من الدوري الألماني، وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها تغلب كولين على ضيفه شالكا ب3 أهداف مقابل هدف. فاز مانشستر سيتي على مضيف ويست هام يونايتد بهدفين نظيفين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. هدف الضيوف حمل توقيع إيرلينغ هالاند ليخرج مانشستر سيتي فائزا من موقعته الأولى في الموسم الجديد من البريمير ليج. انتهت الجولة الرياضية، عودة إلى ريهام ومحمد. شكرا آية.